انا ابراهيم انور، سوفت وير ديفلوبر وسيفل انجينير ومن مصر، وعندنا ماركت بليس اسمه الموقع. تعالوا اخدكم في ستوري او جيرني فيها. انت لو محتاج تشتري 50 طن اسمنت تدخل على البلاتفورم بتعمل ريكوست، عندنا ماتشنج الجوريثم انوفيشن من اختراعنا، بيختار او بيرشح لك افضل موردين وبيحطوا لك عروض اسعار. فانت دلوقتي هيجي لك اكتر من عرض سعر، والماتشنج الجوريثم بيجيب لك الموردين بيزد او على اساس الكميه وطريقه الدفع والمواصفات، لان كل العوامل دي بتاثر في السعر. عندنا النهارده في مصر اكتر من 1200 مورد، عندنا اكتر من 6000 كونتراكتور اتعاملوا معانا، عملنا حجم مبيعات 1.4 مليون دولار، وبقالنا اسبوع بدانا السعوديه وبيجي لنا طلبات كل يوم، على الاقل طلب في اليوم. جالنا طلب حديد في القصيم، عندنا بلاط في جده، في مخطط الرياض، في كذا طلب كمان في الرياض نفسها. فده الموقع ماركت بليس لمواد البناء، بنساعد المقاولين والمهندسين ان هم يوصلوا لعروض واسعار تنافسيه للمواد اللي هم عايزينها. طيب الله يعطيكم العافيه. اللي حاب يتواصل معاكم هل لكم بزنس كارد او شيء؟ يس اهو. هو الموضوع بسيط، ان هو بيكتب الموقع دوت كوم. ايوه نثبت ايدي بقى عشان انا ايدي ممتاز. ايوه بس بيكتب الموقع دوت كوم وبيدخل بيقدر يعمل سيرش او يختار من الهوت برودكتس. اكتر برودكتس احنا بنشتغل فيها زي الاسمنت والحديد، خرسانه جاهزه، طوب، انتوا عندكم هنا في السعوديه بلوك، او بلاط بلدي زي الموزايكو او البحص، او كل المواد اللي بتاع مواد البناء. طيب الله يعطيك العافيه وشكرا لكم، شرح موجز، وفالكم التوفيق. شكرا ليك. يا مرحبا.